الله أكبر يا جمالك كيف يضرب بالصميم يا حبيبي زان حالك والله بحالي عليم كيف تبخل في وصالك وانت لك قلب كريم حظ من يجلس قبالك أبرك من نمامي شدوا الرحال وأنوة الناس بالحج حج شدوا الرحال وأنوة الناس بالحج حج واستانسوا يوم تيسر لهم حج حج إلا أنا مربوط عن حج من حج عجيب والله يا قلب بكي من دمع دم دم نادم على يبكي على فراق المشاعر ونادم ونادم يا الله يا مجرين العروق بالدم سبحان تجبر بخاطر كل مجبور ما حج يا حسان قال طلع في امثال شعبيه ذي الجوري اللي حط له مواويل شو اسمه يكتب سويت شيء ولا واحد ثاني شهيتنا احنا في الباب اي نعم تكلمت شحن والعمر ومو باكل جلافي على الدنيا نعم ونسينا يوم الحشر وش فادت الدنيا أعمالنا كلها نركب في هالدنيا يا نفس توبي إلى الله واتركي الفانية لا عاد ينفع تهرول دنيا تشج فانية اسعي ليوم الحشر ولا تطلبي الفانية الله. كم كان فيها سعة وثم اتركوا الدنيا الله صح لسانك نفس المعاني نفس الكلمات بس معانيها حسب الجملة حسب الجملة هو موال التعجيزي تقريبا اي هو اي بس عدل ان اللي هو انت قلت شو اسم المحاورة هذه اساس المحاورة اي صح يعني لما تقول لما يقول لك شعر يطر على نفس الطرق على نفس المعنى على الله يرد على نفس البيت ونفس المعنى نعم سمعني يا سمير اخذ من هالمواويل هذول يعني التلفزيون ساعات يحطون في قناه جبل إيه؟ يحطون شعراء يردون على بعض اي هذه مساجله يسمونها مساجله اي نعم هاي دارت بيننا وبين الشعراء قول له وتشكيله يرد عليك على نفس الوزن نفس القافيه ونفس الموضوع ونفس الموضوع مو مهيئ من قبل يعني بس لا بس اللي وايد يطرشون لنا ويرد لهم هذا الجراح اي نعم اي المساجله عليكم السلام ابو محمد خالف الله حياك شو يقول محمد شو سمع انت كلها مواضيعك كلها دينيه ما شاء الله اي نعم نصايح توجيهاتي نعم ما شاء الله عليكم عاشر هل الطيب ولا تعاشر ولي الطبق الله نعم اللي على الخير دربه والنصح به طبق اترك من الشر عنك ما هي طبعك طبق طبق لياك يا صاحب تعاشر لياك يا صاحب تعاشر من يبي مصلحه واطلب من الله يجيرك من ويصلحه رعي مثل قال وقوله كله في مصلحه نعم. يا صاح ابد ما يجوز من ذا صدر عجيب ما شاء الله صاحب صانك لا سبعه يبا هي هاي الموال البوذيه اربعه البوذيه اربعه إيه. طواف المكة سبعة لازم تبعني. إيه ما شاء الله. وعمر تيود بس الأربع نجوى. أسهل لك يود الأربع. نعم. مواويل هذه. يوم صارت امسية موال جايبي سمر حياك حبك سرى يا حبيبي في الضمير وصفة متربعن فوق عرشة في القلب بوصفة هيهات قلبي لغيرك يا جميل بصفة يوم شفتك حبيبي 21 وانا اعزك يا روحي وانا كريتك يا عمري وانت هم تشرين تشرين ما فرقتنا شهور اب او تشرين تشرين يا بني حبك روحي بالوصالة بالصفة بالصفة نعم صح صارك
جمالك كيف يضرب بالصميم يا حبيبي زان حالك والله بحالي عليم كيف تبخل في وصالك وانت لك قلب كريم حظ من يجلس قبالك فاز والله العظيم سيد الكل بدلالك لا منافس لا غريم أنا كل لك حلالك راضيا بك لي نديم عقلي وقلبي فدالك أذكر عيونك وهيم عاشق ولا رضا بدالك أنت في قلبي والله العظيم سيد الكل بدلالك لا منافس لا غريب أنا كلي لك حلالك راضيا بك لي نديم عاشق ولا رضا بدالك أنت في قلبي مقيم لكن اعرف شيء واحد انا انت وانت انا